للوقوف على تبعات الحكم المصري بالسجن المؤبد على الفنان ورجل الأعمال محمد علي و37 آخرين بعد إدانتهم بالتحريض على العنف ونشر أخبار كاذبة، ينضم إلي من إسبانيا الفنان ورجل الأعمال المصري محمد علي. محمد، مرحبا بك، شكرا جزيلا لك لإعطائنا الوقت في هذه المقابلة. قبل قليل ربما كان هناك حوار مشابه مع ضيفين من السعودية ومن لندن، كان حوار أكاديمي. الضوابط بالعموم هي لربما احترام الألقاب أو حفظ الألقاب، وسيكون هناك ضيف آخر على الطرف المقابل بعد نهاية مقابلة حضرتك معنا أستاذ محمد، وسأحرص على أن يحفظ اللقب تجاهك أيضا حتى لا يتم الإساءة لأي شخص. شكرا جزيلا لك. ماذا تقول بحق الحكم الصادر تجاهك يا أستاذ محمد؟ أهلا بك أستاذ جرير، وأهلا بالسادة المشاهدين. بالنسبة للحكم الصادر علي ده، يدل أن النظام المصري والقضاء المصري غير عادل وهش، لان في حاجات كتيره جدا تثبت ان الكلام ده كله كلام فارغ ملوش اي نوع من المصداقيه، واقدر ابرر الكلام ده في خلال دقيقه بالظبط. يعني رقم واحد، انا كنت بشتغل مع القوات المسلحه، ودي كانت اهم جهه سياديه موجوده في مصر، وبالفعل هي اللي بتحكم مصر وبتدير مصر اكتر من 16 سنه. يعني بشتغل معاهم تقريبا من حوالي 2001 او 2002 لحد بدايه 2019 نهايه شغلي معاهم. اولا انا اشتغلت مع الجيش، ما ينفعش حد يشتغل مع القوات المسلحه تكون عنده اي مشكله، ده مستحيل، لازم تكون الصفحه بتاعته الجنائيه بيور. ثانيا، تم ترقيتي واشتغلت مع رئاسه الجمهوريه، وابتديت اعمل القصور الرئاسيه او الحاجات الخاصه بالسيد رئيس الجمهوريه. فطبعا استحاله يكون حد بيشتغل لرئاسه الجمهوريه ويعمل حاجات خاصه بالسيد الرئيس ان يكون عنده اي مشاكل جنائيه، لازم يكون الصفحه برضو الجنائيه بتاعته ما فيهاش الهوى. ثالثا، ان انا اخذت عيلتي او زوجتي واولادي وانتقلت ان انا هعيش في اسبانيا دوله اوروبيه، اكيد عشان اروح دوله اوروبيه لها قوانين، وانا دخلت اسبانيا عشان ادخل فيها مستثمر واشتري فيها بيت. من ضمن الاجراءات اللي تطلبها الدوله الاسبانيه، واحد ان انا اجيب شهاده من وزاره العدل وشهاده من وزاره الداخليه ان انا ما عنديش اي مشاكل نهائيا عشان يقبلوا ان انا اعيش معاهم هنا. وبالفعل انا اخذت الشهادات ديت. اتفضل يا فندم. معلش، بدي لو تتحملني ارجوك استاذ محمد بهذا السؤال. لا تحتمل. يعني بعد ما ابتدات هذه المشاكل وحصلت اول واقعه وبدات حضرتك تطلع علينا بالفيديوهات، وصفت كل الصوره اليوم بانها يعني دولة فساد، الجيش فاسد، المؤسسة فاسدة ومليئة بالفاسدين الآن، ولكن أنت عملت معهم لفترة طويلة وكنت مقربا جدا، فهل كنت أنت لربما الوردة في حقل الشوك هذا؟ يعني أيضا كمان قد يوجه لك اتهام يا أستاذ محمد بأنه أنت من هذه الطبقة، من هذه المجموعة، ومن يرد عليك بعد قليل، وسأطرح بالمناسبة هذه الأسئلة كلها على ضيفي بعد قليل المقابل لك من القاهرة، بأنه هذه كلها معلومات ظهرت لاحق وليس بالضرورة أن تكون هي منذ فترة عملك في وجودك في مصر أستاذ محمد. أنا بالفعل كنت بشتغل معاهم، ومنكرش أن أنا كنت فاسد، ومنكرش أنا كنت مع النظام، لأن خلاص دي آخر جهة أنا بشتغل معاها في الدولة أشتغل فيه. ولقيت أن حتى للأسف القوات المسلحة اللي كانت متبروزها عندنا أن هي حاجة محترمة وحاجة قوية وجهة لها كرامة والحاجات اللي كنا بنسمعها عن الجيش المصري، فدخلت لما جيت اشتغل مع الجيش لقيت ان الجيش هو زي المؤسسات اللي بره خارج الدوله، اللي هي سوري المؤسسات اللي جوه الدوله، لازم ان انا اقبض، لازم ان انا ادفع فلوس عشان اقدر اشتغل، لازم ياخدوا نسبه مني من الارباح، اروح اشتغل فين؟ فبالفعل اشتغلت معاهم. امتى حصل الاشكال؟ لما حسيت ان الجيش او القوات المسلحه بقياده السيسي هتبدا تدير الدوله وهنبدا نفلس، السيسي هيبدا ياخد الفلوس بتاعه الجيش وبتاعه الدوله وبوجهها لمشروعات هتخلي الشعب في يوم من الايام يوصل لمرحله الجوع، ودي كانت بالنسبه لي مشكله كبيره. انا ما قلتش، بالعكس انا كنت معاهم وخلاص، هو ده اللي مكتوب عليا وخلاص. دي بلدي. طيب، هعمل اروح اشتغل مع مين تاني؟ طيب، ستعود الى مصر، ماذا تامل؟ هل تنتظر عفوا؟ هل تامل عفوا اليوم؟ هل لو تحسنت الأوضاع ستعود إلى مصر؟ هل هناك من لربما يدافع عنك هناك قانونا اليوم؟ هل هناك محامي موكل؟ هل لديك صوت في القاهرة محمد؟ لا طبعا مستحيل ما ليش صوت في القاهرة، ده طلع كده في برنامج للإعلامي أحمد موسى وكان معاه 2 مستشارين
اللي هيفكر يكتب كومنت او يحتك بمحمد علي هيدفع غرامه قدرها 500 ألف حتى جنيه لو كان مصري. محامي عنك ده لو قاضي دفع عني ده مستحيل، لان المشكله ما بيني وما بين النظام، ما بيني وبين النظام مش الجيش بس، ده النظام، ده بيني وبين السيسي، فمستحيل. وحل الوحيد ان ارجع مصر ان السيسي يتشال من الحكم. هل طيب باختصار ارجوك محمد، هل هناك مسار قضائي خارج مصر ستلجأ اليه، او هناك طريق خارج لربما مصر تود ان تسلكه ام لا؟ لا طبعا ما فيش، مستحيل. انا خناقت مع رئيس الدوله شخصيا، اللي هو اللي كان مسؤول عني، كنت بشتغل معاه، فهرجع مصر ازاي؟ واي اجراء قانوني هاخده بره مش هيفيدني بحاجه، ده مستحيل. طيب أستاذ محمد، أشكرك جزيلا للأكاديمية في هذا الحوار، شكرا لانضمامك إلينا، وتفضل بالبقاء مشكور. لربما ومتابعة لربما الإجابات على الطرف الآخر من هذا الحوار. من إسبانيا الفنان ورجل الأعمال المصري محمد علي، أشكرك جزيلا.